طبعا حنا من عندنا الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل في واحد الجزء خاص بالسياسه الترابيه للتشغيل، يعني وذلك بالاشتغال مع الجماعات الترابيه الوحدات الترابيه من جماعات محليه والان جهات. جهات اصبحت الجهه اصبحت قطب اقتصادي يعني كبير، طب له افاق واعده، ولذلك احنا نريد ان نكون حاضرين في هذه الديناميه الجهويه. كما قلت هي مشروع تنموي كبير، مشروع يعني حضاري اللي اشرع فيه المغرب، وضروري ان يكون عامل تشغيل حاضر في هذه الديناميه الجهويه. ماذا سنقدم نحن للجهه؟ اولا كل السياسات التي تقدم تطبق على الصعيد الوطني سيتم يعني تنزيلها جهويا ولما لا اقليميا كذلك، ولكن على مستوى الجهه. وثم كما رايتم ذلك جئنا باقتراحات جديده فيما يخص الجهه. طب هذه الاقتراحات تتطلب يعني تفاعل بيننا وبين المسؤولين الجهويين لتدمج في المخطط ديال التنميه الجهويه ولتوفير الامكانيات اللازمه لاجراءاتها ولتطبيقها، لان لا يكفي تقديم المقترحات بل ينبغي كذلك تعبئه الامكانيات. واظن ان الامكانيات ممكن اذا تضافرت الجهود والنيات الحسنه ممكن ان نوفرها. لذلك انا احنا المقترح ديالي الذي قدمته وساعمل به مع مختلف الجهات هو خلق صندوق جهوي لانعاش ولدعم التشغيل، وسيكون هذا الصندوق مفيدا جدا، اولا لانه سيكون مبني على سياسه القرب، وسيكون في متناول وفي يعني المعنيين بالامر والذين هم في حاجه الى ذلك من منعشين اقتصاديين شباب او من شباب باحث عن الشغل الى غير ذلك، او من جمعيات والتعاونيات. كل هذا يكون هذا الصندوق هذا يكون يعني حاضر، وماشي هذه ماشي اموال اللي غادي يعني تصرف بدون مردوديه، هذه اموال اذا صرف درهم واحد في التشغيل فانه سيعود بدون شك بدراهم على كفائده على المجتمع. كيفاش كتشوفوا هذه الفكره ديال رئيس الجهه ديال الشركه ديال المحليه ولا شركات ديال الجماعات؟ اظن ان هي كما يعني وضح ذلك السيد الرئيس هي منصوص عليها في القانون، وكاين هذاك بالاضافه الى هذه الشركات يعني جماعيه او هذا كاين كذلك شركات مختلطه، هي حتى هو ضمن الشركات المختلطه سوسيتي ميكست ما بين الجماعه وما بين القطاع الخاص، كيكون في اطار الشراكه. وهذا كان مشروع كذلك ديال القانون الذي صادق عليه البرلمان، هو قانون الشراكه قطاع عام قطاع خاص، وهذا يكون مفيد ايضا لان كيكون فيه يعني توحيد الامكانيات حتى كتكون واحد يعني تبادل التجارب، حتى الجماعه كمقاوله ماشي كهيئه منتخبه، من خصها تكون كتشتغل كمقاوله، كتكون ربما تاخذ بعد الممارسات الفضلى من طرف القطاع الخاص، وربما حتى القطاع الخاص هو يستفد من التجربه ديال الجماعات، ويكون ضروري ذاك تلاقح الافكار كيكون مفيد ومنتج ومفيد بالنسبه للمجتمع ديالنا.